مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد واسبوع جديد من اخر النهار. يا رب تكونوا بخير ويبقى كل شيء تمام. ادعوكم فقط ليه؟ يعني الواحد لما بياخد اجازه بقى بيعمل ايه؟ بنقعد نتفرج على التلفزيون. الله يكون في عونكم صراحه. الله يرحمه صلاح جايين قال لك زحام وابواء سيارات مزعجه. اللي يطله رصيف يبقى نجا. لو كنت جنبي يا حبيبي انا مش كنت اشوف ان الحياه مبهجه. عجبي. فانتبهوا للحياة، أحيانا الناس تاخدكوا تسرقكوا في أشياء لا قيمة لها ولا أي حاجة. أنتوا أدرى بالظروف، يعني من باب التسلية تسلوا زي ما أنتوا عايزين، من حق البني آدم أنه يتسلى. إنما مش من حق أي بني آدم أنه يسرق منك وقتك ولا جهدك ولا عقلك ولا قلبك ولا أي حاجة. متهيألي إن إحنا محتاجين ننتبه شوية، لأنه في كمان تيارات بعد ثورة 25 يناير أو ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، طبعا ثورة عظيمة وثورة الاثنين يعني ثورات عظيمة للشعب المصري، حصل انفلات في حاجات كتير، يعني حصل لخبطة. فمن ضمن اللخبطة دي مسائل دينية شائكة جدا 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 جدا. امبارح شفت محطة أصابتني يعني بالاكتئاب لدرجة أنا فضلت أتفرج عليها لغاية الساعة 2:30 صباحا، وصحت لها الساعة 7 الصبح، فضلت اتفرج عليه لغاية الساعة 10. شيء مرعب. لكن خلوا بالكو، خلوا بالكو احنا مين وديننا ايه وبيحبسنا وبيدفعنا لايه، وما قيمة السادة الافاضل صحابة رسول الله عليهم جميعا رضوان الله وعليه افضل الصلاة والسلام. انتبهوا عشان الدنيا فيها لخبطة، ما تخليش حد ياخدك في اي حتة بعيد. ما تروحش في الركن البعيد الهادي بتاع انغام ابدا. اوعى اوعى تسمع كلام انغام في الحته دي. اذا كنت بتحب روح في الركن البعيد الهادي زي ما انت عايز، انما في طيارات بتزق وبتعمل وحاجات زي كده. فكان الله في عون الناس صراحه، يعني كان الله في عون الناس. يعني انا يعني ببقى بحس انه قد كده بخاف على الناس. عشان كده بنقول يا جماعه هنقول لغايه ما الواحد يخلص شغل او يتكل على الله. التعليم، العدالة، الحرية، دي اللي بتصنع المجتمعات. يعني النهاردة في خبر عن ان احنا هنعمل محطة فضاء وكده، كويس جدا ده مع الضبعة والحاجات دي، كويس جدا. بس الناس اخبارها ايه مع اللي بيحصل ده؟ ما الناس عايزة تتعلم، الناس عايزة على فكرة. فاوعى ما تتعلمش انت. وسائل الاتصال دلوقتي رهيبة. انا افتكر وانا صغير لما كنت بشتغل في الصحافه، يعني لما كنا مثلا نعمل مثلا اروح اعمل حوار مثلا مع فنان بقاله 20 سنه بيشتغل، فاروح اقعد عند الحاجه وداد الوطار ربنا طبعا يرحمها ولا يديها صحه، وانا ما اعرفش عنها حاجه دلوقتي، بس هي كانت صديقه عزيزه وصديقه لامي وكانت ماسكه ارشيف صباح الخير ورز اليوسف. نقعد نطلع الارشيف، نقعد نقرا كل حاجه عن الفنان ده عشان لما اروح اتكلم معاه ابقى عندي فكره هو قال ايه، عمل ايه، الحوارات اللي اتعملت معاه، الافلام اللي عملها، المسلسلات، اي حاجه. دلوقتي انت ديب ديب بتجيب كل حاجه عن اي حاجه في اي حته. فحتى لو انت ما بتعرفش تستخدم التليفون زي حالتي، ابنك، اخوك، ابن اختك، ابن اخوك، شوف الدنيا، شوف الدنيا فيها ايه عشان تعرف كمان وانت بتاخد قرار تشوف الناس اللي قبلينا. انا رايي في التاريخ مختلف شويه عن بعض الاراء اللي بتتقال، ان التاريخ ده مش مؤكد ان هو حصل بالفعل، لان اللي كتبوا طيارات كتير واسباب كتير، ومين كتب الحاكم كل التاريخ يكتبوا دايما الناس اللي بتنتصر على المهزوم، ومشوهه صوره المهزوم، رغم انه ممكن يكون المهزوم احسن من المنتصر على فكره، مش ضروري ان يكون المهزوم اوحش من المنتصر ابدا، لكن بيكتبوا على مزاجهم. أنا ما يهمنيش ده خالص، لأنه تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. بس ناخد العظة، العظة لما حاكم قرر يورث الحكم، إيه اللي حصل لأولاده؟ بص عندك معاوية بن أبي سفيان أول واحد عمل الحكاية دي، عندك هارون الرشيد الحاكم العظيم الإسلامي العظيم الكبير، ولما اداها الأمين المأمون حصل إيه، وخلق القرآن والمأمون قتل أخوه، شغلانة قصة من يعني من تلازينا. ودي تقوم انت وانت بتفكر كده تقول الحكايه دي ما تنفعش، لان عندك امان نماذج وامثله في التاريخ. بس في التاريخ بناخد منه بس العظات عشان تساعدك وانت بتاخد اي قرار في حياتك.